في جولة قادتنا إلى وسط مدينة ابن خلدون بعنابة، وقفنا على سعر الصرف هنا الذي لا يختلف على غيره من الأسواق السوداء بمختلف ربوع الوطن، وضعية لا تبشر بالخير. كان صافي 18.50 18.60، من بعد رجع 19.19.20 كتشوف فيه ولا في الزملاين كالك. اليوم شريناه بالزملاين بعناه ب 22 100 اورو بالزملاين اخويا 50 اورو بمليون. رقدنا تلقاه بالزملاين 20، غدا تلقاه ب 3 ملايين. تحير هي هذيك وفات الحج وفات الصيف، انا في الشتاء درك. خويا العزيز على بالك باللي تصريف في لي بنك يمدوا لك 120 اورو، على بالك في بلاد واحده اخرى في المغرب يمدوا لك حتى 100 اورو ومن حقك. الوضع عينه بالسوق السوداء بولاية وهران وسط تنبؤات الباعة بالمزيد من الارتفاع. 100 اورو بجملين، فهمتني؟ 20 مليون نبيعوا لك 100 اورو. ساي دراهمنا ما راهم يقدوا والو باش نتفاهموا، فهمتني؟ هاو دروك الجملين يعطوك غير ورقة فيها 10 تما، هادي 10 مليون تجيب لك غير 500 اورو. سا ديبون كل ما نقدبوا الاخر راه في لوغمونطاسيون، راه غير في الطلعه ما كانش كاع تهويده. السيمانه اللي فاتت كان 19.40، هذا الخطره راه 19.80 19.90، راه نبيعوا حتى 2 مليون 2 مليون 10 مليون. بعد سويعات من قرارات الحكومه للتوجه الى التمويل غير التقليدي، ازدادت قيمه الدينار انهيارا وستتجه نحو نفس المؤشر في ظل توقعات تقلص احتياطات البلاد من العمله الصعبه الى 97 مليار دولار مع نهايه ديسمبر 2017.